هكذا تتواصل مشاهدينا متابعينا الكرام الأشواط في هذا المساء الجميل والرائع بالأثارة والحماس. شوط ينتهي وشوط يبدأ ليحمل طيات الكثير من التحديات. الشوط الحادي عشر انطلق ليحمل كذلك في طياته وفي هذا المسار الزمول المحليات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ على هذا الاندفاع والانطلاق. ينطلق الشوط ونسير مع المراكز الأولى مباشرة ونبحر في عمق الميدان، وهذا ملفت الذي ينطلق بالمركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيلب الهايري، يتولى عملية تضميره بينما يليها ملول. في المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان، يمع بن عتيج الرميثي يتولى عملية التضمير، بينما من الجانب الآخر يتدخل في هذه اللحظات هكذا الريان يأتي في المركز الثالث لسعادة الشيخ فهد بن جاسم الثاني، ويضمره أحمد بن علي الكعبي الذي يأتي في المركز الثالث، بينما هملول وصلوا الذيب في المركز الرابع من هجن الرياسة، يضمر أحمد بن مطهر بن مايد الخيالي على رابع المراكز، بينما المركز الخامس يتدخل في شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي سهيل بن سالم العامري يتولى عملية تضميره. أما المركز السادس من الجانب الآخر مولع من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، والمركز السابع هذا شاهين لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم حمد بن علي العويسي في عملية التضمير، وثامن المراكز يتواجد في هملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر سعيد بن عبيد الحميري، وهذا المركز التاسع ياتي فيه وبران لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير يتولى عملية تضميره، والمركز العاشر هذا هو الذي ياتي زاهي، هذا زاهي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن محمد بالضبيعة في التضمير. هذه العشر المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة في أول نداها وفي أول إذاعة لها في مسار الستة كيلومترات، وخلف العشر المراكز الكثير والكثير من الشعارات والأسماء في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. التواصل مستمر والتحديات رائعة على أرض هذا الميدان. تواصلنا مستمر والعشر المراكز في نداها الأول في مسار الزمول الأصايل المحليات في الشوط الحادي عشر من 14 شوط الذي سوف تنطلق في هذا المساء حاملة هذه التحديات الزمول والحول. نعود إلى المركز الأول بعد إكمال العشرة المراكز الأولى. يتقدم هملول المشاركين لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والمحترف يمع بن عتيج الرميثي كذلك المتابع والمنطلق. هناك المركز الثاني مشاهدينا متابعين الكرام، يأتي الذيب من هجن الرياسة مع الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في هذا الاندفاع، بينما المركز الثالث يتقدم فيه هنا ملفت لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيلب الهايري يتولى عملية التضمير، بينما المركز الرابع تواجد فيه مولع من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، وهناك المركز الخامس الريان لسعادة الشيخ فهد بن جاسم الثاني أحمد بن علي بن راشد الكعبي يتولى عملية تضميره في هذا المسار. سادس المراكز يتواجد في المركز السادس ويتقدم هنا شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي بقيادة سهيل بن سالم العامري، وصل في المركز السابع شاهين لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم بحوى حمد بن علي العويسي يتولى عملية تضميره. هناك تواجد لصوغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري في المركز الثامن، والمركز التاسع هذا زاهي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم
مطر بن محمد بالضبيع يضمره، وهناك المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن غدير. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى للمرة الثانية على التوالي في مسار هذا الشوط وتحدياته الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان. هذه النتيجة وهذا المسار الشيق والجميل على هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. العودة بعد إكمال النداء الثاني، النداء الثاني مع مصورنا والكادر العلوي عبر شاشة دبي ريسنج. مشاهدينا متابعين الكرام والمراكز الأولى النتائج كالآتي، لم تتغير حتى هذه اللحظات والأمور تسير في هدوء بدون أي توامر. العرض التلقائي والذاتي لأن 6 كيلومترات تحتاج إلى هدوء في البداية وإلى تأني ومسايرة وتفكير ومتابعة حتى الاستخدام في الأمتار الأخيرة لطاقة الذلول أو في الزمول في هذه الانطلاق. نعود إلى هملول اللي مسيطر على المركز الأول اسمه شيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان يمع بن عتيج الرميثي يقوده ويتابع في التضمير، بينما المركز الثاني ياتي الذيب من هجن الرياسة وأحمد بن مطر بن مايد كذلك ياتي مضمرا مع الذيب، بينما المركز الثالث لازال ملفت ضاغط ضغط شديد على الثنينة ومقدم كذلك أداء جميل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ويتابع عبد الله بن ثعيلب الهايري في تدريبه والعناية بها في التضمير. المركز الرابع وصل في رابع المراكز مولع من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، وكذلك شاهين على المركز الخامس في هذا الاندفاع والانطلاق. أما المركز السادس يتقدم شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي، وهناك أيضا شاهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم في سادس المراكز. المركز السابع سراب من هجن العاصفة، والمركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. أما تاسع المراكز يتقدم هنا وصل شاهين، ووصلت كذلك الأسماء القادمة على مساري هذا الشوط وهذا الاندفاع الجميل. حشيم وصل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم في قيادة سعيد بن سالم لينيبي. العودة إلى المراكز الأولى عند لوحة الألف والمئتين في هذا العنوان الرسمي والجميل، وهذه الانطلاقة بعد لوحة الألف ومئتين وتغيير مسار الشوط بالنسبة للأوامر وللسرعة وللآمال في الفوز والناموس بعد هذا الكيلو الأخير. نسير مع المركز الأول، وهملول لا زال مصر على البقاء في هذا الموقع ومتقدم الزمول ويقود لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان يمع بن عتيج الرميثي وامر على هملول، بينما المركز الثاني يتحرك ويغير ملفت من الثالث إلى الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيلب الهايري، وهناك أيضا الذيب يترصد للأوامر حتى هذه اللحظات. الفيلسوف ورجل الأمتار الأخيرة ما يحرك إلا دائما في الأمتار الأخيرة بعد 400 متر أو بعد 300 متر. وهذا شاهين من هجن الرياسة في المركز الثالث، وصلت هجن العاصفة ومقدم شاهين ومقدم مولع كذلك على المركز الرابع والخامس بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. وروح يا من تبت روح الأربعمية متر الأخيرة الأخيرة خلاص الأوامر، ولا زال هملول مسيطر لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان يضم ريمع بن عتيج الرميثي مصر ومنطلق بقوة ومحافظ على هذا الموقع من البداية بدون أوامر حتى هذه اللحظات. وخلاص أعلن وحسم الأمور يا سلام يا سلام، هذا هملول سلالة المختبر. مشاهدينا الأعزاء تهانينا على هذا الفوز والناموس بالمركز الأول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان. المركز الثاني ملفت لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث مولع، والمركز الرابع شاهين من هجن العاصفة، والخامس الذيب من هجن الرياسة. هكذا كان هذا الشوط. نعود إلى التوقيت الزمني. التوقيت الزمني لحظات وصول هملول. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هذا هو على شاشة التلفزيون 10 دقائق 11 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان، تهانينا يمع بن عتيق الرميثي، بينما المركز الثاني من وصل فيه شاهين اللي في المركز الثاني ملفت
بنشوف هنا ملفت في 10 دقائق 12 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية لسمو الشيخ حمدان بن راشد مع عبد الله بن ثعيلب الهايلي. الذيب وصل في المركز الثالث من هجن الرياسة الذي انطلق، وهجن العاصفة نعم اللي وصل مولع قطع المسافة 10 دقائق 15 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غضي. تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات هنا على أرضية هذا الميدان بانطلاقة شوطنا الثاني عشر وشوطنا الثاني عشر الخاص بالزمول.